تماتيا السناني ركنية تنفذ الكرة ترسل والرأسية الله مدافع في التشكيل لكنه مهاجم في كثير من الأحيان جدا في هذا اللقاء هذا هو ماتيا السناني في الوقت الذي تحدث بأنه قادر على أن يستغل الركنيات سجل في مرات سابقة ينجح في أن يسجل في غاب الكرة براسه وحيدا يسجل الهدف الأول في للأمام من أجل هدف التعادل كرة طويلة للأمام الكرة ما زالت والتسديدة الله هكذا يحدث حينما لا تفقد الأمل في عالمي هذا الجلد المدور عادل علوي يسجل هدف التعادل أي عودة في أي توقيت قاتل في وقت ظن فيه الشمال بأنها انتهت لصالحه لكن صقور برزان